للمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق، عضو الجالية المصرية بالإمارات. أستاذ محمد، بعد التحية وصباح الخير على حضرتك وصباح الخير على جميع المصريين في الإمارات. ماذا عن المشهد الانتخابي في اليوم الثالث والأخير، علما بأن هذا اليوم هل هو يوم إجازات في الإمارات؟ معلش انا طلعت بس بره اللجنه عشان اسمع حضرتك، احنا هنا في عرس انتخابي جميل يعني. اتفضل. يعني كنت اتحدث عن المشهد الانتخابي في اليوم الثالث والاخير، خصوصا نعلم بان المصريين اليوم في الامارات بعضهم في اجازه رسميه. بالضبط يا فندم، النهارده من بدايه اليوم بدا المصريين وخصوصا بدا اجازه رسميه لبعض فئات كبيره من شركات المقاولات. تضيفها بصراحة حضارية للمصريين المتواجدين على أرض دولة الإمارات. القنصلية المصرية في دبي يعني فترات يعني من 9 صباحا حتى الآن عرس انتخابي في القنصلية المصرية. يمكن في تداول يعني فيديوهات جميلة جدا وجروبات كتير موجودة. يعني صف لي يعني وجود الأسر، وجود الشباب، أي فئات عمرية موجودة، يعني صف لي المشهد. لو احنا بنتكلم على الفئات العمرية الجيل الثاني والثالث، اطفال فوق العشر سنوات جايين مع اولادهم مع ابائهم، فبسال يعني انتوا جايين تعملوا ايه؟ قال لك احنا جايين بابا جاي ياخد قرار ويحافظ على مستقبلي للفتره الجايه. فبجد يعني مشهد جميل جدا، في فئه كبيره من كبار السن متواجدين، فئه كبيره من المراه، تمثيل كبير للمراه هنا متواجد، تمثيل كبير للمراه متواجد معانا. في حاله عايزك نعم. فالامر هنا بصراحه لجنه وعرس انتخابي، وكمان كان في فرقه مسمار موجوده هنا جايه يعني بوطنيتها وتشارك معانا في هذا العرس الانتخابي من نعم. لو كلمنا عن التسهيلات اللي بتقدمها السفاره المصريه في دبي للمصريين في الخارج، وايضا من كان في زياره على سبيل المثال في الامارات ويحق له التصويت بداخل السفاره ببطاقه رقم قومي. يا فندم احنا بصراحه يعني اثناء امبارح في افواج جات لنا من حضرتك عارفه ان اليومين دول في دبي في كوب زوار اكويني يعني مصريين ومصريين دول كتير وبعض رجال الاعمال، ولقينا ناس جايين بيقولوا احنا نازلين المطار، قلنا عشان ما نفوتش علينا في مصر قلنا ننتخب هنا في مقر القنصليه، وبعض كمان اليوتيوبر اللي كانوا متواجدين هنا بيغطوا فعاليات هنا للدوله عشان العيد الوطني في الامارات، هم هنا كمان شاركوا وقابلوا باصوتهم في اللجان الانتخابيه. عمل يعني حركه في اللجان الانتخابيه يعني مبسطه ومعلومه للجميع. احنا يعني الواحد مندهش بمدى ثقافه المصريين في الخارج وحرصهم على المشاركه في العمليه الانتخابيه. طبعا احنا مرينا بعدد من الانتخابات، وبالتالي المواطن المصري في الخارج لديه وعي كبير بطريقه الادلاء بالاصوات تجنبا لحدوث او يعني لابطال الاصوات. هل حضرتك يعني لمست فكره الوعي الانتخابيه او الوعي الانتخابي لدى الناخب ومن يحضر وطريقه الادلاء بالصوت؟ ده جهود يا فندم الدولة المصرية بتتبلور على أرض الواقع، الناس جايين عندهم وعي مدى حرصهم ومشاركتهم في هذا العمل الوطني اللي بيرسم مستقبلهم ومستقبل أولادهم، وجايين عند دراية إن الانتخابات بتكون ببطاقة الرقم القومي المصرية أو بجواز السفر، وهنا صراحة في تسهيلات كبيرة من اللجان الدبلوماسية سواء كانت القنصلية في دبي كلجنة من لجنة فرعية للهيئة الوطنية للانتخابات أو السفارة في أبو ظبي، ففي تسهيلات وكمان الأمر ماشي بشكل ثالث. في هنا يعني اتجاهات بالضبط الناخب هيدخل منين وهيخرج منين، الحركة ماشية بشكل من الثلاثة، بالإضافة بصراحة الشباب يعني أنا يعني كم مشاركة الشباب والمرأة كبير ومدي منظور كبير لمستقبل مبهر إن شاء الله في مصر. نعم، إذا تحدثنا عن التفاف الفئات العمرية كلها حول الدولة المصرية في هذا العرس الانتخابي، إلى أي مدى يضيف هذا المشهد الانتخابي في الإمارات الكثير لدى دولة الإمارات الشقيقة وأيضا لدى وسائل الإعلام العربية الخليجية؟
لا بصراحه يا فندم المشاركه قويه وفاعله. احنا شايفين يعني في الخارج تحديدا ملف قومي، وهم شايفين مدركين مدى حرصهم على المشاركه في العمل الانتخابي في اللجنه وتدفق الناس وصورهم. فتخيل الواحد برضه ايه مش ناقل الصوره بالشكل الامثل اللي هو يوضحه لحضرتك. نعم، هل هناك أي مشاكل، أي خروقات من جانب المرشحين، يعني أي شيء يعكر صفو العملية الانتخابية في الثلاثة أيام، أم تسير الأمور بيسر الحمد لله حتى الآن؟ لا حتى هذا التوقيت الأمور ماشية بشكل من الثلاثة واليسر، ونموذج مشرف المصريين في الخارج بيضربوه وبيحفزوا كمان المصريين في الداخل على مدى أهمية المشاركة. نعم، الأستاذ محمد عبد الرازق عضو الجالية المصرية بالإمارات، شكرا جزيلا لحضرتك.